يا عمر في دورة تاني؟ فادينا بنقطع درة عشان نشوي. كل سنة وانتم طيبين. الناس قطعت الذرة، الجيران قطعوا الذرة، واحنا الذرة بتاعنا وقع. فاطمة بتودي، طب لمين في حتة واحدة؟ جمعيها في حتة عشان يبقى سهل. هدى كده غلط. صلاة النبي ما شاء الله، صلاة النبي هي مكسبي. صلاة النبي، صلاة النبي ما شاء الله. ادي زرع الفلاحين والفلاح الصغير، وريناكم وهم بيقطعوا الذرة. هنشوي ذرة، كمية ذرة كبيرة، والخير هيعم على الجميع، على الاهل على الاهل والجيران والاحباب. وصلاة النبي الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. صلاة النبي هي مكسبنا، صلاة النبي، صلاة النبي على الخير اللي نازل عند الفلاحين. بسم الله ما شاء الله، يا رب تبارك. شوفوا كمية الذرة اللي هنسويها ان شاء الله رب العالمين، بفضل الله، بفضل الله. وريناكم الحمد لله رب العالمين الذرة الاخضر والفلاح الصغير وهو بينقي الذرة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ربنا يزيد الحبايب كلها من الخير والنعم. يا رب تبارك، يا رب، يا رب تبارك، يا رب، يا رب تبارك على الحنين كله. يا الله سميع عليم، تزود رزق المسلمين اجمعين ببركه السميع العليم. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله هو اكبر، الله هو اكبر على الجو الرباني، على الجو الجميل الرائع. ما شاء الله، ما شاء الله. عندنا شفتي صلاة النبي، صلاة النبي هي مكتبنا، صلاة النبي، صلاة النبي. وادي المية المعين شغال، ما شاء الله، الله أكبر السميع العليم. بسم الله ما شاء الله.
الصغير عنده حاجات كتير 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 وفضل الله السميع العليم. ما جبتوش الغبط كله ليه مرة واحدة؟ ما احنا مش هنحط كله ولا شيء. يا شمعتي عيد يروح يا عمر في دورة تانية؟ يا اخويا كمان تعرفي اه كان عنده هات تم مشرب يا هدى. اه ماشي ستك يا كلوب خدي وديها كده يا كلوب قلت لك تشرب قهوه. تروح انا عمال اجيب الصغير وانا اساسا لو هيطلعوا حاجه بابا يا ولد طلع الكويس. اه ما تاكله ولا تاكله؟